السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أليكسيس سانشيز ومقاعد بدلاء نادي مارسيليا الزاخرة بأسماء قوية على غرار ديمتري بايات الظاهر في الصورة، واحد من نجوم أولمبيك مارسي، ويعني كان قائد الفريق الموسم الماضي والموسم الحالي، لكنه سيبدأ من مقاعد الاحتياط. داري شاردوني، هاريس بالقبل، النجم الجزائري إيغو، المدافع الذي يعني خاض تجربة كبيرة مع منتخب بلاده كرواتيا من بين البرتغالي في تشكيلة براست. عودة إلى وسط الميدان حيث يتواجد أشرف داري. مونبلييه وبراست للموسم الثاني على التوالي، يعني المدرب دار زكريان. عودة وتنظيم الصفوف، أشرف داري ينقل كرة قصيرة وصلت باتجاه الحارس الإسباني القادم معارا من نادي سيلتا فيغو، والذي انتقل مع بداية الموسم الحالي خاصة بعد أن تحول يعني الحارس الفرنسي الدولي ستيف مونتاندا. من بعيد ينقل كرة دوفرين في الانتظار، عرضية بالرأس خطيرة لكن جيكو، الكرة من جديد تصويبة عن طريق بيير ليزميلو، يعني إيغور تودور يملك الكثير من الأوراق. وهذا كرة تضيع على جينكي سندار، ومرة أخرى دفاع فريق براست قادر على التغطية كما ينبغي، بينما هون لعب وسط ميدان نادي براست وواحد من اللاعبين الذين الكرة عميقة خطيرة بالرأس، حاول مبيمبا اندفع وحاول بنصف ساعة من عمر اللعب في أحداث الشوط الأول التعادل بالأهداف لن يكون مرضي في نهاية المطاف. ذكي جدا جيرسن وانطلاقة خطيرة لمصلحة مارسيليا، حضر كرة طويلة عميقة قرب إليها أشرف داري، إنما الكرة طالت على أشرف في الميدان. رونجي إلى جيرسن لكن قابل سيقة على اللاعب البرازيلي، لمسة طويلة من جانب المدافع المغربي أشرف داري. دي أركاديوش ميليك محاولة التعويض من جانب أصحاب الأرض، طويل الكرة أمام البديل يوسف بلايلي، لمسة على الأرض لكن غادرت أرضية الميدان، رمي التماس لصالح النادي براست النجم الجزائري الكبير يوسف بلايلي. لمسة عرضية لصالح براست، كرة مرت بسلام على شباك بلانكو، لقطة خطيرة من جديد لدوارون ودي براست بعد كرة رأسية خطيرة يساهم في صناعة الخطر مجددا. عارض في بلايلي أشرف داري، كرة عالية بعيدة، المغربي والجزائري وبراست على الخروج بنتيجة إيجابية، وحتى إن كان المنافس بحجم مارسيليا واحد من الفرق التي تراهن بالفعل. يتدخل ماركو بيزوت، كرة ليوسف بلايلي، محاولة عكس الهجوم، بلايلي يقاتل على الكرة كالمعتاد، إمكانيات وقدرات وإصرار كبير، رجولة هائلة من بلايلي ثم عرقلة من جيرسن، بطاقة صفراء هذه المرة. يخترق في عرض الملعب محاولة تقدم بلايلي، حول اللعب بشكل كامل باتجاه جون كيفن، فريقين أمر وارد، الأمور تبدو عالق بالقبلة ثنائية وانتو خطيرة بالقبلة، يراوغ يحاطر لدوارون يطيح مجددا بهدية من العيار الثقيل.